ساورثن جلاس على كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين للمستورد. في هذه اللحظات سعدنا يكون معي المدرب القدير فواز الغريبان. حياك الله ابو ناصر والف مبروك كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمستورد لاسطبل الغريبان. الله يبارك فيك وشكرا لك وشكرا للجماهير والناس اللي شجعونا وازرونا طول الفتره اللي فاتت. الحمد لله هذا كله توفيق من الله. السباق اليوم كان الرتم يمكن مثل ما شفت انت رتم سريع، والحصان ساوث انجلس يمكن قعدناه شهر لهالمناسبه هذه. الحمد لله كاس عزيز على جميع الاسطبلات. هذه المره الثانيه اسطبل الغريبان يحقق هذا الكاس. ان شاء الله تكون جيادنا مستعده ان شاء الله للمواسم الجايه ان شاء الله. وشكرا لكم وشكرا للي باركونا واللي عازرونا طول الفتره هذه. وهارد لك اللي ما حالف الحظ. هذا الخيل يمكن تعرف سباقات وظروف الخيل، لكن اليوم السباق كان مكتوب لنا وتوفقنا ولله الحمد. ساوث انجلس اليوم قدم مستوى رائع يعني، وكنت متفائل فيه والله كثير، لكن الحمد لله يعني جاء في الهقوة. طبعا علي ما يحتاج، بيض الله وجهه الخيال علي، الخيال المناسب وخيال وطني، والحمد لله تغلب اليوم على افضل الخياله، خياله عالميين، وجاء ثاني في كاس المتمرنين. طيب ابو ناصر ما يحتاج، طبعا التعب كلهم يعني متواصل، خيال، جوكي، سايس، مدير اسطبل. فاشكر كل الجميع اللي وقفوا ويانا يعني طول الفتره هذه. انا كنت متواجد يعني اجتهدت وابتعدت عن الاضواء الحمد لله، لكن توفقنا اليوم في احسن كاس وكاس عزيز على قلوب اهل الخيل كلهم. ابو ناصر انت ما شاء الله عليك اليوم يعني تغلبتوا على نخبه المستورد في كاس سيدي خادم الحرمين الشريفين. جياد الاحمر جياد الامير فيصل بن خالد العزيز لم تكن يعني سهله، ولكن يعني كيف قرات الشوط من خلال وجود ساورنت جلات؟ انا بيني وبينك كنت متخوف بس من حصان واحد، قلت اذا مشى ممكن اللي هو برايفت دانسر. البقيه الخيل كلها يعني كلها خيل زينه بس كان افضلها الجواد جود سبيد، وفعلا جود سبيد اليوم جاء في المركز الثاني اعتقد. كنت انا متخوف من الحصان هذا يعني على مستوياته وترشيحاته، وخفت من نقطه واحده اللي هو هروب حصان الاسطبل الاحمر. سريعا من تهدي الفوز؟ والله هدي الفوز طبعا سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وجميع جماهير اسطبل الغريبان واللي ازرونا، واشكركم واشكر الطاقه الفروسيه، اشكر الاخوان العاملين في النادي ومجهودهم وتحضيراتهم للكاس العزيز على القلوب، وشكرا لك انت والاعلاميين كلهم اللي ازرونا. شكرا لك. مشكور. اذا مشاهدينا